ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بنرحب بكم، بنرحب بالسادة الحضور، بنرحب بالناس اللي هم عايش اصلا من الصعيد. شكرا، بنرحب كل من شرفنا في الحفلة دي عشان نواجه زمايلي دكتور علي الشيمي، دكتور احمد سيفي، دكتور محمد نجيب، دكتور ربنا يوفقهم ويديهم الصحه يا رب. دي حفله تكريم لاخواتي وزمايلي. برضو بنبارك للدكتوره تمام والدكتوره نجلاء على الترقيه ان شاء الله باذن الله. والقسم الحمد لله للدكتور ابراهيم، بنشرف بالدكتور ابراهيم، دكتور ابراهيم العباسي مدير المعهد، استاذ الوكلاء دكتور اشرف، دكتور محمود امحاوي مشرفونا، دكتور سامي، دكتور حسين، دكتور اسامه الله يخليهم. دكتور سامي ده خروف، دكتور سامي برضه ده برضه القسم الخاص برب القدر ان شاء الله تكون اقسام الواعده الساعده ان شاء الله باذن الله. ده هيشرف ان شاء الله باذن الله، يشرف القسم ويشرف ان شاء الله باذن الله، يشرف المعهد. عندنا معمل نقل بلدي هو الدكتور ابراهيم ان شاء الله باذن الله يشوفه، يشوف فيه ايه. برضه نشكر الدكتور ابراهيم العباسي ان شاء الله لانه طبعا وافق على انه يعمل القسم العمره بتاع القسم وبتاع السوبر. ان شاء الله باذن الله يكون قريبا ان شاء الله باذن الله. بنتمنى للجميع التوفيق، ونتشرف برضو باساتذتنا اللي حضروا الحفله، وبنتشرف وبنقدم التوفيق للدكتور علي، الدكتور احمد سيف، الدكتور محمد نجيب، ربنا يوفقهم ويديهم الصحه. ونسمع بقى الدكتور برنامج عباسي.